من جديد برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي سي بي سي وبرنامج العالم في العالمين في كل مكان. ما زلنا مستمرين مع حضراتكم من لؤلؤه الساحل الشمال الغربي لمصر مدينه العالمين لرصد اخر الاخبار والفعاليات المتعلقه بمهرجان العالمين واللي اصبح ايقونه عالميه الجميع كله بيتحدث عنه. يمكن ابرز واهم ما يميز هذا المهرجان السنه دي هو بيجمع كل فئات المجتمع المصري مختلف الطبقات. المهرجان مش مقتصر على طبقه فقط، لا، يمكن المهرجان السنه دي بيتسع للجميع زي ما بنقول، الغني والفقير والطبقه المتوسطه، الناس كلها بتيجي وبتستمتع باجواء مدينه العالمين الجديده وبتشوف ايه الموجود في مهرجان العالمين. ويمكن ده ظهر بشكل اكبر في الشاطئ المجاني اللي خصصته الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه لاستقبال عدد كبير من الجمهور المصري للتعرف بقى على المعالم الجديده لمدينه العالمين الجديده، الابراج الشاهقه الجديده اللي تم بناها مؤخرا، الفعاليات الكثيره اللي وصلت لاكثر من 300 فعاليه زي ما قال الزميل عمرو موسى قبل الفاصل. حالة من السعادة، حالة من الجمال بتسيطر على الأجواء هنا في مدينة العالمين الجديدة. يمكن الحديث أكثر عن هذه الأجواء والفعاليات والأنشطة الموجودة في مهرجان العالمين هيبقى معنا دلوقتي بعض الأسر المصرية، الحديث أكثر عن بقى رأيهم في هذه الحالة الجميلة والزخم الموجود في مهرجان العالمين. اتفضلوا معنا، برحب بحضراتكم على شاشة سي بي سي. ميرسي، ربنا يخليك. عايز اعرف من حضرتك يا فندم، ايه رايك في الحاله الجميله اللي موجوده في مدينه العالمين، مهرجان العالمين للعام الثاني على التوالي في نسخته الثانيه؟ قولي لي، كلمينا عن رايك في هذه الاجواء. زي ما انت قلت، هو جو حلو جدا بصراحه، يعني احنا حاسين بحاجه مختلفه، حاجه مختلفه عن بقيه الساحل كله، جو عائلي وجو شباب وجو كل حاجه، كل حاجه مجتمعه فيه، فنون موجوده، رياضه موجوده، كل الخدمات متاحه بالنسبه لنا، فهو بالنسبه لنا حاجه جميله جدا، يعني احنا حضرنا السنه اللي فاتت والسنه دي. طب حضرتك بتقول الخدمات الفعاليات والانشطه جميله وكتير، طيب عايز بقى اخدك لموضوع البنى التحتيه، يعني شايفين ابراج كتير بتتبني الفتره دي، السنه دي شفنا حاجات كتير ظهرت جديده، ايه رايك في البنى التحتيه الموجوده؟ هو فعلا اختلف السنه اللي فاتت عن السنه دي كتير، السنه دي مختلف تماما عن السنه اللي فاتت، يعني لا في اختلاف عن احنا جينا السنه اللي فاتت ما كانتش فيه كميه الابراج دي، ما كانتش فيه كميه الخدمات، الجناين، الامن، حتى المرور بتاع العربيات واحنا ماشيين في اتجاهات انت مش محتاج ان انت تسال، يعني انت لو مشيت تبع التعليمات. حضرتك بتتكلم على التنظيم اكثر من رائع. بصراحه التنظيم السنه دي احسن من السنه اللي فاتت كمان بكتير، لا كل سنه يعني بيبقى فيه مختلف اكتر. طيب ناخد راي الشباب بقى معانا، ايه رايك في المهرجان السنه دي بقى؟ الصراحه يعني الصراحه المهرجان جامد كويس جدا، ويعني اتمنى اجي تاني. في ملاعب، في حاجات انشطه خاصه بالشباب، ايه رايك في الموضوع؟ الصراحه الانشطه كويسه يعني، والموضوع اللي هو رياضه البادل جميله تمام. الصراحه ناخد برضو راي حضرتك، قولي لي عايز اعرف رايك في المهرجان السنه دي، ايه رايك في الاجواء الموجوده، الانشطه والفعاليات الموجوده كل يوم؟ حلو. هتيجي كل سنه بقى؟ ان شاء الله. طيب قولي لي، بعد ما شفت الحاجات الجميله الموجوده تنصحي بقى اصحابك انهم يجوا المهرجان ولا مش هتنصحيهم يجوا المهرجان؟ انصحهم ان هم يجوا. طيب عايز اعرف من حضرتك بقى ايه رايك في المهرجان، اكيد يعني مش هناخد الاسره ومش هناخد حضرتك معانا. لا مفيش جديد يعني، هو السنه دي احسن بكتير، التنظيم كويس جدا، الـ كل حاجه، الجو، الابراج اللي اتعملت جديده كويسه جدا، لا المدينه هنا بقت اجمل من اي حته في مصر، بس في حقيقي المكان حلو جدا يعني. متشكر جدا، وكل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب دايما متجمعين في العالمين. شكر جدا. يمكن مشاهدينا الكرام، مشاهدي سي بي سي في كل مكان، كان هذا احد يعني احدى الاسر المصريه اللي جات واستمتعت بمهرجان العالمين. ويمكن احنا دايما ممكن تكون شهادتنا يعني مجروحه شويه في المهرجان وزوار المهرجان والكثافه العدديه اللي موجوده، لكن لما تيجي الشهاده من اصحابها نفسهم، من الزوار نفسهم، اكيد يعني ده بيضفي مصداقيه اكثر على الكلام اللي احنا بنقوله دايما في رسائلنا اللي بنوصلها من خلال شاشه سي بي سي ومن خلال تغطياتنا المفتوحه على مدار الساعه وبشكل يومي من اجل يعني نقل اخر الفعاليات والانشطه وكل ما هو جميل وموجود في مهرجان العالمين. اليكم زملائي الاعزاء.